اليوم غنهضروا على ديك الشاب اللي انتحر في مدينة بوفكران. المهم الاخوان، كنتمنى منكم تشتركوا معنا في القناة وتضغطوا على زر لايك وتبارطاجيو الفيديو. يلا نبداو على بركة الله. جماعة بوفكران في صباح اليوم وقع احتقان واحتجاج من طرف الساكن، وهذا الشيء سماوه حجرة المخزن، والمتسبب في هذه الجريمة هو خليفة الباشا والمقدم اللي اعتدوا عليه مسكين، وهذا الشاب كان باقي في مقتبل العمر. المهم السيد مشى للجماعة ديالو باش يطلب سيارة إسعاف ينقل خصو فيها للمستشفى الإقليمي بمدينة مكنس، وخليفة الباشا مع المقدمين اعتدوا عليه بالضرب، وهو الأمر اللي ما بغاش يتصرط له، وهذا الشيء اللي سبب له باش علق راسو الشجرة وانتحر وخلى مورا أسرة مكلومة. المهم هذا الاحتجاج خلى العشرات من الساكنة مدعومين بهيئات حقوقية ونقابية رفعي الأعلام الوطنية. ملي توصلت السلطات المحلية بعمالة مكناس بهذا الشيء هذا، فتحت تحقيق في النازلة واستدعوا جميع رجال السلطة بوفكران باش يبحثوا في وقائع الحادث اللي ترتب عليها نتائج أدت إلى خرق حالة الطوارئ اللي كتعرفها بلادنا. الأسباب اللي كتخلي شاب بحال هيدا ينتحر هو الظلم اللي تعرض له. كنتمنهم السلطات ترد بالها شوية، راه تقريبا كل أسبوع كنسمعوا شي خبر مفجع بحال هيدا، راه خصنا الحلول لهاد الشيء هذايا. الشباب بحال الورد كينتحروا والأسباب كتكون معروفة، يعني 100% كتكون نفسية بحال الاكتئاب مثلا وانعدام فرص العمل وإلى آخره. المهم حنا كنتمنوا في هاد الساعة ضبط النفس في مثل هذه المواقف إلى غاية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق هاد المجرمين. تعازينا الحارة لأسرة الضحية، وإنا لله وإنا إليه راجعون.